إذا في الفيديو السابق تكلمنا على تجربة تومسون اللي من خلاله استطاع أنه يجد نموذج يجد أحد مكونات أساسية للمادة والإلكترون. ولكي يثبت هذا العمل وصف سواء التجربة هذه التجربة من خلالها استطاع أنه يجد نسبة شحنة هذا الإلكترون إلى كتلته، طبعاً باعتماد على القوانين الأساسية وهي القوة. لو تجي تلاحظون أنه قوة المجال الكهرباء، قوة المجال المغناطيسي، يعني بدع البيسك الأساسيات في الفيزياء. طيب، ووجد هذه النسبة شحنة الإلكترون إلى كتلته مقدارها 1.759 في تايمز 10 تو باور ماينس 11 كولوم لكل كيلوغرام. لكي يكون هناك سؤال مثلا لكم وتجاوب الامتحان عليه، ممكن يرشح هو انه بهذه الصيغه انه explain in details Thomson experiment cathode ratio for measurement of electron charge to mass ratio. ولسهل هذا الموضوع وضعنا لكم فد رسم تقريبي، وقبل الرسم انه يكون هناك بدايه بسيطه بالنسبه لك لكي توضح انه هذه التجربه كبدايه لك. تقول في القرن في اواخر القرن التاسع عشر استطاع جوزيف تومسون انه يحدد احد المكونات الاساسيه للماده يسمى الالكترون او الالكترون. وتجربة تومسون اللي تقول واضحة مثلا بالشكل تاخذ الشكل اللي لح يوفق لك بالبي دي اف القادم، وتطف الوصف تقول الكترون ار ايميتد فروم هوت فيلمنت، يعني الالكترون ينبعث الكترون من خيوط ساخنة، ويركز ار فوكست انتو ا بيم يركز في شعاع ان اكسلريتد ويعجل by potential V بجهد مقدارها V ثم بسرعة مقدارها هاي V small وفاينالي وأخيرا opening يعني يؤثر أو تؤثر on fluorescent screen أو phosphor screen يؤثر على هذا يكون البداية. ثم تبدأ بحل السؤال، هذا هو الشكل، اتمنى يكون واضح نوعا ما. فتاخذ هذا الشكل ترسم هالصيغه وتحدد هاي النقاط عليه. رقم واحد تمثل الفيلمنت او الكاثود، وطبعا هو كاثود هذا الجزء رجاء نوصلوه بالسالب لانه هو يتصل بالمهبط ويسموه مهبط لانه الفولتيه منخفضه وتكون سالبه، طبعا هذا هو سالبه كاثود ومنخفضه، شوف من 2 من 3 الى 6 فولت، حنجي هذا يسموه لو فولتج. فاذا رقم واحد هي الفيلمنت او الكاثود، رقم 2 هو لو فولتج، رقم 3 هو هاي فولتج. طبعا هاي فولتج ليش؟ لكي تعطيك فد جهد كهربائي عالي وبالتالي يسوي عمليه اكسلريشن وتعطي تكسب طاقه حكيت ما شرحناه بالسابق. وثم رابعا عندك الانود، الانود طبعا ايضا عمليه يركزه يفوكست بهذا الهول وثم يعجله بسرعه عاليه، ففي عمليه تعجيل كل اللي اجي التعجيل هذا. وايضا خامسا هنا طبعا هذا هو الالكتريك فيلد، هذا المجال الكهربائي، هذا المجال الكهربائي يخليه يسوي ديفليكشن انحراف بالحزمه الالكترونات. وسادسا هذا المجال المغناطيسي اللي يكون بيربديكولار على كل من المجال الكهربائي وحزمة الالكترونات. وهذا الغاية يعني طبعا هو لو لم يكن مجال كهربائي ما استطعنا انه هذا الانحراف نخليه في الوسط وبالتالي نساوي القوة المغناطيسية مع القوة الكهربائية وبالتالي نجد كل شحنة الالكترون الى كتلته. وهذا هو هنا الفلورسين سكرين او الفوسفور سكرين. هل نجي ناخذها بالتفصيل؟ هذه حبيت مقدمة وحكمل بالفيديو اللاحق.